يبدو أن عام 2023 لم يكن سهلا أو هينا بالنسبة إلى تونس والتونسيين، يعني الموظف التونسي، المواطن التونسي البسيط الذي بدأت انعكاسات هذه الأوضاع الصعبة الاقتصادية تظهر في أولى أيام هذه السنة. اليوم كما قلت محمد، الجامعة العامة للنقل بتونس نظمت يعني احتجاجا أمام قصر الحكومة بالعاصمة التونسية. هذا الاحتجاج تلاه قرار بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين خلاص مستحقاتهم كما يقولون، أجور شهر ديسمبر ومنح هذا الشهر ومنح آخر السنة لم تقدم إلى هؤلاء يعني الموظفين إلى حد هذه اللحظة. كذلك من جهة أخرى يقولون إن المماطلة والتسويف كما أسموها المعتمدة من قبل الحكومة ومن قبل وزارة النقل لن تكون يعني موجودة في هذا العام، ولن تقبل الجامعة العامة للنقل بهذه الطريقة التي اعتمدها الوزير في العام الماضي، وذلك نظرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس، والذي يقول كاتب عام الجامعة أنها انعكست كذلك بدورها على موظفي الجامعة. كذلك من جهة أخرى هناك اليوم شلل كبير في قطاع النقل العمومي وتذمر كبير واستياء من المواطن التونسي الذي لم يستطع أن يذهب إلى عمله ولم يستطع كذلك يعني الطلبة إلى الذهاب إلى جامعاتهم وإلى مدارسهم، وبذلك تم تأجيل عدة فروض وتم تأجيل عدة أيام دراسية اليوم، وبذلك ترفض الجامعة كما قلت هذا يعني التعطيل وتقول أن كل شيء بيد الوزارة إلى حد الآن. وإذا كانت هناك مائدة حوار اليوم أو مساء اليوم بين الطرفين، مائدة حوار يعني تجمع بينهما ويتم تخرج بنتائج إيجابية لصالح الطرفين، ستعود طريقة سير العمل كما كانت يوم غد، وهذا مستبعد بحسب كاتب الجامعة.